عشان هيك لازم نوزع المونه اللي موجوده هون على بيوت الحاره بيت بيت، لحتى اذا فاتوا العسكر وفتشوا البيوت ما يلاقوا المونه بابنه واحده ويشكوا فينا. ما بيساير عمي ابو حاتم، لازم نوزع المونه على كل البيوت. يلا بهمه الشباب وهمه ابو قولوا والله. يلا يا رجال معيتكم، انتم من بعد امركم الله يطول عمركم، ممنونين فضلكم ما قصرتوا. بكره اذا الله راد من الصباح تاخذوا السلاح وبتتيسروا على بلدكم يا حلوه، اهليتكم بيكونوا استعوقوكم. والله كلامك على العين والراس يا ابو حاتم، بس اليوم فيش اشي نسويه، خلينا نساعد الشباب. لكن يلا شباب معيتكم، معيت ابو ضياء. يلا يا ابو يوسف يلا. الله محيي النخوشيه. فهمت شو قال لك جناب الكومندان ابو جودان؟ نعم سيدي. عدي لشوف. حاضر سيدي. سيدي فوت على حارة الطبع وبخبرهم وبذكرهم انه المهلة بتنتهي مع اذان الفجر يوم الجمعة، يعني بكرة. مزبوط. بابا ابو جودات. ابو جودات. نعم سيدي ابو جودات. ابو جودات. بابا. لازم تعرف بس لا تفوت لجوا كيف احوالهم الداخلية، كيف عايشين جوا، ولازم كمان تعرف مين حامل السلاح وشو اسمه. فهمت علي؟ جو كومبري. حلو. يلا. احترامي مون كومندان. حدو استوي مني. تهلا لك عبدي، وعصبت حالك. لا دخيلك ودخيل همتك. هات هات عمي هات. يلا امسك هات ابو عبدو. هات عمي ابو يوسف هات. يلا عبدو هاي اخر نقلي، بدنا ناخذها لبيت خالي ابو قاسي. يلا يا رجال الله يعطيكم العافيه. حرك حرك الله تيسروا. السلام عليكم. الله معكم يا ابو حاتم. عمي ابو حاتم شو فتحي شو في؟ ابو جودات بده يفوت على الحاره. شو بده ابو جودات؟ قال بده يقابلك لانه جايب لك كلام من الفرنساوي. ليش علي؟ نمشي لنشوف. يا مرك. مرحبا يا ابو حاتم. ابو حاتم ما بدك تحط ايدك بايدي؟ اللي بيحط ايده بايد المحتل والخونه والغدارين ما بيستاهل اني صافحه. ولو يا ابو حاتم على اساس انت رجال معدل وبتفهم، انت بتعرفني انا موظف ابن حكومه وعملت مأمور، شو ما بيقولوا لي بدي نفذ وما بيسترجعوا ولا لا. بعدين ما فيني اقول لحدا بده يعني يكون واسطه بينكم انتوا اهل حاره الطبع والفرنسي. ليش كتر الاخذ والعطاء والزحوكي؟ اختصر شان شو بعتيناك معلميناك. ماشي بعتوني لحتى اذكركم ان المهله اللي اعطوكم اياها تخلص مع اذان صلاه الفجر بكره الصبح الجمعه. يعني نعرف هالشي غير شو في كون تسلموا حالكم وسلاحكم. ايه شو عليه؟ مسلم حالنا ومسلم سلاحنا ومسلم الإسرة كمان. هي هي وأهل الحارة تعبوا وجاعوا، لا عاد في قمح ولا عاد في طين ولا عاد في خضرة ولا حتى زيت غاز شعلوا بالليل. حتى الجوران جماعتك قطعوا عنا وحاوطوا الحارة من كل تركانه وعزلونا عن أهل الشام. شو عليه؟ منضحي بحالنا، منضحي بحالنا منشان ولادنا يعيشوا. وانتو كمان زودتوها يا ابو حاتم، يعني ضروري تهاجموا المخفر وتهربوا المحابيس وتعملوا لي هون بالحاره معركه طويله عريضه بلا طعمين. اذا واحد اعتدى على بيتك وعرضك بتكون ندل وقليل شرف اذا ما بتدافع عنهم. يعني جوعانين جوات الحاره؟ نعم سيدي جوعانين كثير، ما عندهم ولا ذره طحين بالحاره. معناها الحصار جاب نتيجة. سي بارفي. عرفت لي جوا مين حامل السلاح وشو اسمه؟ كلهم يا سيدي، كل شباب الحارة حاملين سلاح، صحيح وجوههم مبينة، بس البواريد عم تطلع من قفا الحيطان. بواريد 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 على طول يا سيدي. وزعيمهم أبو حاتم تبع القهوة، وعصام وأخو معتز سيدي. وأبو شهاب. مظبوط سيدي، أبو شهاب. بالمرتين يلي فت فيهم على الحارة سيدي وطلعت منها ما شفتوا لأبو شهاب. إذا أبو شهاب مانو بالحارة وين بده يكون؟ صحيح والله يا سيدي، إذا أبو شهاب مانو بالحارة وين بده يكون؟
وشباب الحارة ورجالها بدهم يهربوا منها الليلة. مشان هيك أبو حاتم حب يطمن على بنته وإنه في له صهر بالبيت بدير باله عليه. إيه والله الله يحمينا ياهن يا حق. ما هو حق أبو حاتم، ما هو حق. وإمتى قالوا لك كتب الكتاب؟ خير أبو حاتم، قال عوزني. عود ببشير عود. هي يعني خير؟ أخي أنا قلت للشباب يوزعوا كل المونة اللي موجودة ببيت أم زكي على أهالي الحارة. حلو. مشان ما يصير شي ما نحاسبين حسابه. وبدي من بعد أمرك تشرف على التوزيع بغيابي. طمن أخي أبو حاتم، أنتم فدوا بخير وسلامة وكل شي رح يكون تمام. إن شاء الله. لا تنسى اليوم بعد المغرب تجي لعندي على البيت عاوزك. شو في عندك بالبيت؟ ما تقلي بدي سوي حفلة وداع. ترى حفلات الوداع ما بحبها أبو حاتم. ها؟ لا ما رح ساوي حفلة وداع، بس اليوم بدي اكتب كتاب الحكيم حمزي على بنتي حميدة. ألف مبروك يا أبو حاتم، خير ما اخترت لبنتك، هذا النسب عن حق وحقيقي. الله يهنيهم سلفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما بقدر إلا ما ظلت لك يا حميدة، ما بقدر. إذا بدك تزلغتي امسكي زلغتي، بس مو إلي. زلغتي لشبابنا اللي راحوا بالحارة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. قول يا أبو حاتم، زوجتك ابنتي حميدة بالولاية عليها وبالإذن منها. زوجتك ابنتي حميدة بالولاية عليها وبالإذن منها. وعلى كتاب الله وسنة نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الليلة ليلتنا يا رجال، الشباب لازم يطلعوا من الحارة بأمان. شدوا الهمة. يلا والله خير الشاهدين، ومن جعل الحمد خاتمة النعمة جعله الله فاتحة المزيد. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد ألف مبروك يا حبيبي. مبروك يا مبروك يا حبيبي. أبو حاتم أهو البنين إن شاء الله. بار عند أولادكم، شرفتونا. مبروك يا أبنا. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعة. مبروك يا حكيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه يا حاتم، ايمتى نويتوا الاتكال؟
بعد نص الليل إن الله راد. معناها لازم خبر الشباب مشان نتقي بيت امسكي؟ خبرون عمي خبرون. خليني اشوفك قبل ما تروح. تحت امرك شيخنا. مبروك يا حكيم. عليك شيخي. سلام. رايح معك شيخي. يلا السلام عليكم. الف مبروك الشباب. الله يعطيكم العافية. شرفتوا. يا عمي شرف يا ابي شرف. يلا 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 يلا. تفضل سهري تفضل. يلا يلا. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك عمو. الله يجعل اجازة الدهر. مبروك يا ابي حميدة. الله يرضى عليكي. الله يبارك فيك. فضيله بيته ودينه. ها امرك يا ابي. خد عروستك واتكلوا على الله صغري. وصيتي عندك مرت عمك وهدول البنات صاروا عرضك. دير بالك عليهم. الله يرضى عليك. لا توصي حريص عمي. هدول أماني برقبتي. شوف وشك بخير. الله معك يا أبي. الله معك. روحي مع عريسك. دخيلك يا أبي. دخيلك. نحن عم نستناك. روح يا أبي تيسر. خد عروسك روح يا أبي. روح. روح. الله معكم. جيبوا العباية للعروس بنات. حميدة ديري بالك على ابن عمك يا عمي.